مشاهدينا الكرام، وين ما كنتم مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج سير في الأمان، برنامجكم سير في الأمان حول السلامة المرورية وأمن الطرقات. دائما نشكر كل من راسلنا عبر رابط صفحة سير في الأمان. دون إطالة نروح لأول فقرة، فقرة إفادة واستفادة. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في فقرة إفادة واستفادة. نتكلموا على كل حال تكلمنا عليه في حلقات ماضية في الموسم الأول أو الثاني، وعليش الإعادة إفادة. نتكلموا على الطريق السريع والممنوعات اللي لا ممنوع عليا يعني نديرهم داخل الطريق السريع. دونك الحاجة الأولى والبديهية، ممنوع ندير مشاريير في لوطوروت. علاه؟ لأن هذه الظاهرة شاهدناها كثير من الأحيان، كاش واحد يعني كاش سيارة تغلط باش تدور على اليمين وتكمل قباله، واش يدير سيد؟ دونك باش يروح يدير دومي تور يعني على كيلومترات عديده، يدير مشاريير في لوطوروت وباش يدخل اليمين. وهذا امر قبل ما يكون ممنوع هو امر خطير. خطير علاه؟ لانه كثير من حوادث مرور يعني وقعت جراء هذه الظاهره، وهو امر ممنوع بطبيعه الحال. دونك الحاجه الاولى في طريق سريع ممنوع نديروا مشاريير. الامر الثاني الممنوع والبديهي كذلك، ممنوع ندير دوميتور، باسكو الا وليت درت دوميتور تولي تمشي من الاتجاه المعاكس، وكثير من مرات شاهدنا سيارات يمشوا في الاتجاه المعاكس في الطريق السريع. علاه؟ لانه داروا دوميتور في لوطوروت باش يدو كاش بلوتال وكاش راكورسي. دونك هذا الامر الثاني او الممنوع الثاني. الممنوع الثالث في داخل الطريق السريع، ممنوع نمشي فوق لا بونداري ديرجونس، ممنوع نمشي فوق الشريط التوقف الاستعجالي، وكذلك ممنوع الوقوف او التوقف يعني فوق الممر الاستعجالي. وهذه النقطة تكلمنا عليها كثير من المرات في حلقات سير في الأمان، لأنه دخول شريط استعجالي لا يكون إلا في حالتين، هو يكون عندك لا قدر الله عارض صحي أو خلل ميكانيكي. بار هذو زوج حوايج ممنوع تدخل وتتوقف فوق شريط التوقف الاستعجالي، وكذلك ممنوع تسير وتمشي فوق الشريط الاستعجالي. الحاجة الرابعة ممنوع في لوطوروت، وهذا حاجة بديهي، ممنوع ساسوني على لاغوش. تقول لي حاجة بينامي، مالوريزمون لقينا سيارات يديروها ويدير يعني ماغري يدير احتياطاته تريونغل تاع لومبان اكسيتيرا، مي يشكل خطورة باسكو في لوطوروت الناس يمدوبلي على لاغوش، سيرتو في فيراج مدوبلي على لاغوش يلقاك انت حابس باش يولي سي تروطار. حتى المصالح الاشغال العموميه كي دير اشغال في طريق سريع راهي دير يعني تنبيهات واشارات مسبقه يعني تصل الى 100 متر او 150 متر توحي بان هناك انحراف لانه وجود اشغال في طريق سريع، وهذا الامر يعني كثير يشكل خطوره. دونك ممنوع نستاسوني على لاغوش. امر اخر ممنوع داخل طريق سريع هو ممنوع يعني تخطي الخط الوسطي الفاصل. على بالكم بلي لوطوروت كاينه طريق تدي فيها دو فوا ترو فوا كات فوا سا ديبون، وكاينه طريق اخرى اون فاس جيب فيها كيف دو ترو كات فوا اي جيب، وكاين خط فاصل يعني خط وسطي فاصل. احيانا يكون الخط الوسطي الفاصل عباره عن بيتون في الستريك امبوسيبل تتخطاه. كاين دي فوا تلقى رصيف يعني كي يفصل الخطين، كاين احيانا تلقى هذوك لي بيناز في وسط طريق سريع، احيانا تلقى خط مستمر. المهم انا مهما يكون وش يكون ممنوع اتجاوز الخط الوسطي الفاصل في الطريق السريع. وكذلك داخل طريق سريع بالنسبه للعربات نقل البضائع لي بوالور، ممنوع عليهم يدخلوا تروازيام بوزيسيون. اي شاحنه اي عربه ذات نقل البضائع وصل ثقيل الى شتوها في تروازيام بوزيسيون راهي مرتكبه مخالفه. لي كاميون لي بوالور اون جينيرال يمشوا في لا بروميير بوزيسيون. الى فريمون جيناه كاش واحد وحب يدوبلي يدخل دوزيام بوزيسيون، مي من بعد كي يدوبلي يعاود يولي لا بروميير بوزيسيون. مي باش تلقى واحد ان بوالور يمشي في التروازيام بوزيسيون هذه مخالفه. علاش مخالفه؟ باسكو عطل حركه المرور في الطريق السريع، لانه البولور باش يدخل تروزيام بوزيسيون يدوبلي سيك راهو دوبلا يعني عربه راهي اثقل منه في الدوزيام بوزيسيون. في الدوزيام بوزيسيون هذاك اللي هو يدوبلي راهو دوبلا عربه اثقل منه راهي في لا بروميير بوزيسيون. دونك عربه نقل بضائع وبولور بروميير بوزيسيون دوزيام بوزيسيون تروزيام بوزيسيون
راهي تغلقت له طرط والاكتظام مروري يدير حاله والنرفزه راهي دايره حاله يعني في الطرط. كانت هذه على عجاله يعني الممنوعات اللي ممنوع على اي مركبه يديرها داخل الطريق السريع. كانت هذه مشاهدينا الكرام فقره افاده واستفاده، دون اطاله نروحوا الى فقره في الميدان. مشاهدينا الكرام رانا في حي واد الطرفة متواجد في بلدية دراريا. شفنا واحد الظاهرة توقفنا عليها، ربما ظاهرة موجودة ربما ولكن ما كاش بزاف. الظاهرة وشنو هي؟ وجود عمود كهربائي في وسط الطريق مما يؤدي بعرقلة حركة المرور وحوادث مرور كثيرة ومشاكل وشجارات يعني موجودة هنايا. علاش؟ لأنه هذا وجود البوطو هذا ولا عمود كهربائي في وسط الطريق اللي يجيني الناس ويجيني يعني مستعملي الطريق. هذه يعني العمود الكهربائي باسكو رانا في يعني الحدود هنا من جهتي تبع بلديه دراريا ويعني الجهه الاخرى تبع بلديه العاشور. دونك البوطو هذا جاي في الوسط ولكن راهو جاي من لا دروات لهنايا، دونك بلديه دراريا هي المعنيه بالامر. يا اخي بون البوطو هذا راه دير مشاكل كبار، داير مشاكل كبار. على جالو ديفو يضرب وديفو هذيك هذا ديفو باسكو جوست جاي في الفيراج، فهمت؟ صارين عليه مشاكل كبار صار بحال خطره يصراو ليزاكسيدو غير على جالو. تعاونك الثقبه هذيك دخلت فيها مره تما هذيك الثقبه هذيك دخلت مره اختيار الطوموبيل يعني خاصه اللي يجي دور دروات ما يقدرش دروات اللي يكون جاي ولا ما يقدرش كيفاش يدور الفيراج باسكو الفيراج صغير يجيني في الفيراج باش يدوروا الناس هنا. مشاكل كبار سوتو الجيران هنا ياخذ ديفو يقيسوا ديفو يخرجوا يضربوا ديفو يخرجوا يسلكوا ما بين الناس غير على جال الفوطو هذا. شوف يعني نقول لك مواطنين في حياتهم في خطر هنا، بصح اليوم اللي تصيب هنا عائله على الارض طاحه ولا سياره الاسعاف ترفع هنا يبدا رئيس البلديه يتخبى والاخر يتخبى والاخر. على كل حال انا رئيس الاكاديميه الوطنيه لترقيه المجتمع المدني وتعزيز الوحده الوطنيه لبلديه العاشور. وعلى كل حال حنايا بلغنا البلديه الامين العام تاع بلديه العاشور السيد رابح حمري بلغناه على هدايا. عيط السلطات تاع البلديه تاع دراريا لانه هو جاي في القطاع تاع دراريا لهنايا. كي بلغنا دراريا دراريا ما داروا حتى حاجه. حبطنا بلغنا الوالي السيد الوالي. كي بلغنا الوالي عيط الديكتور جيد كونستانتين عيط له هاتفيا عيط له قدامنا قالوا ايه نجوا نخدموه كل حاجه وما جاوش يخدموه. ومن بعد السلطه العمرانيه جاو داروا بيبي كوستا تاعهم لهنايا داروه معايا انا كنت معاهم لهنايا الصباح. جات هذيك الاوفيسي لهنايا قامت بها وكل حاجه الحمد لله. بصح شنو هذايا لهنايا اللي يجي يدور هنا ما كاش وصلنا الكاز راهم خالصين فيه. هذه ان حياه المواطن في خطر هنا يا اخي. هذه هي يعني بوط في نص الطريق سي با نورمال. هذه ما غير معقوله غير معقوله تشوفها هكذا ويمر واحد منا غير معقوله يعني ما يعني اللي عند الضامر ما يقبلهاش. اش كنتوا ما سعيتوا شكيتوا درتوا؟ وجراو ولاد الحومه جراو وراح نروحوا راحوا السوناقاس راحوا لاميري باسكو هذا بوطي هذا تبع البلديه تاع دراريا باش نوصلوا رساله باش نروحوا للديركتور مول مالنا مسكين فين بالشيء هذا باسكو البوطو هذا تبع البلديه تاع دراريا بوطي تاع دراريا نومون بلديه تاع دراريا هي اللي تسكن فيها. وهذا البوطو راهو خطر كبير على المواطنين واتصلنا بالسلطات وبلغناهم كامل بصح لا حياه لمن تنادي اليوم هنا هذا مازال البوطو هذايا. تسمح لي انت وانتم كمجتمع مدني كيفاش لاحظتوا هذا المشكل هذا؟ اسكو كنت تمشي منها ولا لا لا صحاب احنا نراقبوا كلش احنا نراقبوا كل حاجه احنا الحمد لله احنا على كل حال السيد عبد المجيد تبون عطانا باللي عطانا حق الرقابه عندنا حق الرقابه نراقبوا وين كاين كل حاجه اللي يجي يدور. شوف ديجا هنايا برك لي فواتير لهنايا هاملك يجي يجي حيدو ما يقدرش يدور هنايا هذا ديجا يدير لا كومبريمو هنا. رانا نشوفوا باللي وقعت حوادث مرور رانا نشوفوا سيارات حوادث مرور هنايا هذا ديجا كاميون قاص لهنايا
كيجي دار الفيروس ما يقدرش كاميو قاص لهنا، وحنا نطلبوا السلطات باش يجوا يخدموه. ما كاش يدخل البشايق ما كاش واحد ما يقيش فيه. انت كيفاش راك تشوف؟ علي يجوز كارثه. انت كيفاش تشوف عندك انت مول الحانوت انت التجاره؟ الله يبارك دوك مادام البوطو هذا يجيني دوك في رايك شنو هو الحل؟ لازم يتنحى ولا غنازل وما هضرناش قبيلات باللي كاين بديل يعني كاين بوطو جوست قبله يعني اون فاس ليه يقدر يعني ينقلوا الخيوط هذاك ينقلوا البوطو اللي قبله. كاين سؤال اخر اخ انت راك هنا حانوت تاعك تاجر علاش راك تحط سلعه في الرصيف؟ داخل حانوت مزديقه صغير يحطه برا حط برا في الرصيف. تكونوا انتم اللي نقذتوا بالك ارواح هنا ديروا يعني انت اللي تنقلت على المرور هذيك وانت بارك الله ما لغتنمو فرصه وتكونوا انتم السبب هكذا ان شاء الله يعطيك الصحه الحاج شوفوه عادي وصبح يعني حياه المواطنين يعني في سلامة ان شاء الله. مشاهدينا الكرام رانا دائما في واد طرفة واد طرفة واحد على كل حال في طريق غير معبدة كارثية ربما عندنا أحد المواطنين ربما ليدلي شهادته في هذه الطريقة. أخت العزيز واش تقدر تقول لنا على الطريقة ديالها؟ بون السلام عليكم صافي عندنا قريب دوزو حنا سوفري وهكذايا واش راح نقول لك بون بالك حنا اللي جانا نقدروا نلاويو شوية بصح كاين دراري راهم يقراو راهم سيدا كوتي شيوخ كبار جامعة هنا أكوتي أشاك فوا هنايا شحال من واحد يطيح لهنايا انا نرفدهم فريمون والله غا سي فرونس والله ماناش في الجزائر عايشين يا لا اخ كريم اسمح لي هذه الطريق اسكو خدموها ولا بداو يخدموها ولا معولين يخدموها بون هما بداو في الطرف هادو هادي السيكتور الوطن هادو حنا رانا في الان فريمون رانا نسوفريو والله غا نسوفريو. مشاهدينا الكرام رانا على مستوى السباله كاين يعني نقطة سوداء اختناق مروري السلطات غلقت يعني هذا المخرج اللي أدي إلى مفترق طرق ذات الالتفاف الدوراني يعني لورون بوان وغلقت هذا يا ما خلاتش لاكسي باش تروح لورون بوان وخلات لاكسي تروح أدروات يعني تروح تان ولاد الرومان باش تدور دونك هنايا يا حبذا من السلطات المعنية يحلونا هذا الزاك اللي داروه الحديدي باش اللي جاي منا من السبالة حاب يروح لدراريا يروح للرون بوان يدير الرون بوان تاعو ويدور اغوش. دوك هنا رانا متواجدين يعني رانا جايين من السبالة اون فاس كاين هنا العاشور اغوش روحوا لدراريا وادروات حابطين الواد الرومان. دوك يا حبذا السلطات المحلية ينحونا هذا يعني العمود الحديدي باش يخلوا لاكسي للرون بوان واللي حاب يروح لدراريا يدير الرون بوان يروح اغوش. دوك هذه بين قوسين كانت ملاحظة فيما يخص هذه النقطة. السلام الكرام يعني ما زلنا في 2022 ما زال نلقاو يعني دي روغار ماشي مغطيين وين جايين في وسط الطريق يعني الطريق العام دي روغار ماشي مغطيين صح كثر خير الناس والسكان اللي داروا يعني ديباناج داروا هذا الحطب وهذو الشكاير باش يعني مستعمل الطريق ما يشوفش هذه الحفره ولكن الى متى الى متى هذا الترقيع يعني كما يقولوا البروفيزوار كي دور. دونك يا ريت من السلطات المحليه باش ليس هنا فقط في واد طرفة ولكن في ربوع الوطن يشوفوا مثل هذه الحفر اللي دير يعني اضرار ماشي فقط يعني ماديه ولكن ايضا اضرار جسمانيه كذلك. مشاهدينا الكرام هناك ظاهرة نتكلم عليها اليوم موجودة في ربوع الوطن كمثال هنا رانا في منطقة تقصراين الجسور هذه اللي ما عندهاش يعني الحاجز الأمني تاعها وهناك يعني تسبب في خطر السقوط كما كنتم تشاهدوا الآن يعني غياب الحديد الواقي شوفوا هنا على سبيل المثال كذلك فبالتالي هنا خطورة خاصة عند عبور أطفال ولا يعني كاين خطورة تاع السقوط وبالتالي يا ريت على السلطات باش يعني تخدم مثل هذه يعني
حدائد اللي موجوده في يعني في مختلف الجسور، وبالتالي هذه رساله للسلطات وان شاء الله يكونوا اذان صاغيه. مشاهدينا الكرام، كاين واحد الامر كذلك جد هام تكلمنا عليه في يعني في حلقه يعني من الحلقات، ولكن نعود اليوم. كي تكون طريق ضيقه على سبيل المثال، هنا عندنا جسر وطريق ضيق، وعلى بالك الجسر هذا يفوتوا فيه السيارات والمركبات ويفوتوا فيه كذلك الرجلين وخاصه الاطفال ومن يعني مختلف الاعمار. على كل حال، الطريقه باش يعني نعبر هذا الجسر ونروح للاتجاه يعني المقابل، واش ندير؟ دونك لازم او يعني جامي نخلي السيارات مورايا. راح في طريق ضيقه، راح تضيق الحاله، جامي نخلي السيارات مورايا باسكو ما نشوفهمش. اسكو واحد زيرني، واحد ما شافنيش، اسكو ندخل دوك انا واش ندير؟ الطريقه دائما لازم نقابل السيارات، السيارات اللي جوني اون فاس لازم نشوفهم، وبالتالي هنا واش ندير؟ هنا لازم نقطع الطريق ونروح بالاتجاه المعاكس باش السيارات اللي جايين لازم نشوفهم. دونك وبالتالي قبل ما نقطع كوم طريق ضيقه سيارات رايحين جايين، دونك نلقى برك فرصه باش نقطع مور السياره البيضاء. راح نقطعها هاي تربيا، هاني قطعت هنا، هنا مليح. دونك نشوفوا السيارات اللي جايين اتجاه المعاكس راهم يقابلوني، باش كي نمشي نعرف وقتاش نزير، نعرف وقتاه ما نزيرش. فوالا، دونك خاصه الاطفال جامي تخلي السيارات يجوا موراك، دائما يقابلوك باش تعرف وقتاش تحبس وقتاش تجبد اكسيتيرا اكسيتيرا، بلاقل 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 حتى يخلص الجسر. دونك هذه الطريقه عند عبور ممرات ضيقه كالجسور او اي ممر ضيق. مشاهدينا الكرام، في فقره اشاره واستشاره راح نسقسيكم انتم كالعاده وجاوبونا عبر الشاشه. نروحوا الى السؤال الأول، ماذا تعني هذه العلامة؟ واحد، السرعة الأدنى الإجبارية. اثنان، السرعة المنصوح بها. ثلاثة، السرعة محددة. فيتاس مينيمال أوبليغاتوار، فيتاس كونسي، فيتاس ليميتي. مهلة للتفكير. حقيقة الجواب هو رقم 2، هذه حقيقة إشارة السرعة المنصوح بها، فيتاس كونسي، يعني هذه إشارة أعطت لك نصيحة. وش من نصيحة أعطت لي؟ أعطت لك النصيحة إلا تعرف المنطقة هذه ولا البلاد هذه ولا المكان هذا، أمشي يعني فوق السرعة اللي مكتوبة في الإشارة. وإذا ما تعرفش المكان أو المنطقة هذه، أمشي تحت الإشارة المنصوح بها والمكتوبة فوق الإشارة. نروحوا إلى السؤال الثاني، شاهد الصورة. عند تجاوز الراجلين نترك 1 مترين، 2 متر و1، 3.5 متر. كي ندوبلي لي بيتون، اسكو نخلي 2 مترات، مترة واحدة ولا نص مترة؟ حقيقة عندما أتجاوز يعني رجلين أو عربات يعني مجرورة بحيوان أو حيوانات في الطريق، أترك مسافة 1 متر. علاش 1 متر؟ لأنه مع الرجلين لازم نزيد المسافة. ما يخفاكمش باللي المركبات الأخرى نخلي نص مترة، أبيبري نص مترة، ولكن كي يكونوا رجلين نخلي مترة. علاش مترة؟ أون سي جامي هذاك الرجلين أو يمشي أن بيتون يمشي، يدير أن با، يقدر يدير أن با أغوش أتو مومون، يقدر في أي وقت يدير خطوة لليسار، في أي وقت يدير خطوة لليمين. أنا واش ندير؟ نخلي هذيك المترة باش نزيد الاحتياطات نتاعي. نروحوا إلى السؤال الموالي، شاهد الصورة. لمن الأولوية؟ 1 لي أنا، 2 للحافلة، 3 لأي أحد. مهلة للتفكير. حقيقة الجواب هو رقم 2، الأولوية في هذه الحالة للحافلة. علاه؟ لأن الحافلة
راهي في مفترق الطرق ذات الالتفاف الدوراني يعني الرون بوان. وانا قبل ما نونجاجي الرون بوان اولا راني شفت مثلث حذاري يعني كاين التفاف دوراني وشفت كذلك افسح الطريق. افسح الطريق ما تخلينيش نجوز انا الاولاني قبل يعني السيد اللي راهو اونجاجا في الرون بوان، وبالتالي هنا لا بريوريتي اغوش حاب يقول لي راهو مونجاجي في الرون بوان هو اللي يكمل باش انا ندخل في هذا الرون بوان. ولا ما كاش اشاره هنا كاين حالات انا ربما خاصه وتكلمنا عليها في حلقات ماضيه، ولو الحلقة الماضية اللي تكلمنا على خصائص مفترق طرق ذات الالتفاف الدوراني والقاعدة المطبقة هناك. نروحوا إلى السؤال الموالي، شاهدوا الصورة. هل للحافلة هنا الأولوية عند الخروج؟ 1 نعم، 2 لا، 3 لا أدري. مهلة للتفكير. نعم للحافلة الأولوية عند الخروج، علاه؟ لأنها داخل منطقة عمرانية، راهي داخل مدينة، وبالتالي داخل مدينة للحافلة الأولوية عند الخروج من موقف الحافلات، عكس خارج المدينة. كي تكون زعما رانا في خارج المدينة اوندور دو لاغريمورياسيون، هنا الحافلة ما عندهاش الأولوية، وبالتالي الأولوية يعني للسيارات وما يجوزوا الحافلة كي تكون طريق شاغرة باش تخرج. ولكن خارج او داخل المناطق العمرانيه الحافله عندها الاولويه، بصح بشرط، ماشي ما عندها الحافله عندها الاولويه داخل المناطق العمرانيه ما عندها يجي خارج ديريكت، لا لا، مو الحافله يدير الاشاره ويشوف تروفيزور، الا ما قدرش يخرج من تروفيزور باسكو راهو مجيني ما يخرجش، ماشي باسكو عنده الاولويه يجي زادم فيك. دونك هذه كانت بين قوسين. نروحوا الى السؤال الموالي، شاهدوا الصوره. حذاري خروج الاطفال على 50 متر، 2 100 متر، 3 150 متر. مهلة للتفكير. حقيقة الجواب رقم 3، هذه حذاري خروج الأطفال على 150 متر. على ماشي على 50 متر، على ماشي 100، باسكو تو سامبلومون رانا خارج مدينة، وخارج المدينة علامة الخطر يكونوا على 150 متر. دوكا كنا داخل المدينة علامة الخطر يكونوا على 50 متر فقط. دوك إذا كنا داخل المدينة ومنطقة عمرانية تولي حذاري خروج الأطفال على 50 متر. مادام رانا خارج المدينة رانا ما كاش مناطق عمرانية رانا اللي رانا فيها، دوك تولي حذاري خروج الأطفال أو أي حذاري أو أي علامة خطر أخرى تولي على 150 متر. نروحوا إلى السؤال الموالي، شاهدوا الصورة. عدم تقديم وثائق المركبة، 1 هو أمر عادي، 2 تعد جنحة، أم هي مخالفة؟ دونك إذا ما عندكش يعني كوار تاع السيارة وما قدمتهمش لمصالح الأمن، هل يعتبر هذا الأمر يعني أمر عادي أو تعد جنحة ولا مخالفة؟ مهلة للتفكير. حقيقة مخالفة، لأنه عندما لا نقدم وثائق السيارة أو المركبة يعني تعتبر مخالفة وليس أمر عادي، ويترتب عليها أمور كثيرة، تروح يعني المركز الأمن ويعني هناك ترتيبات ينجروا عليها، وهناك كذلك غرامة جزافية تصل إلى 2000 دينار جزائري في حالة ما خلصتهاش على شهرين، تروح يعني يروح الملف للعدالة، ويعني على كل حال مشاكل كبيرة. وبالتالي على كل سائق مركبة قبل يعني ما يخرج من الدار يعني فيريفي الوثائق السيارة باش يكون يعني في أمور قانونية. كانت هذه مشاهدينا الكرام فقرة إشارة واستشارة. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. إذا عندكم اقتراح، انتقاد، أي شيء راسلونا عبر رابط الصفحة. كان معكم ياسين حبي، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، أسير في الأمان.